انا نفسي لما رحت خدت كام، رحت السودان رجعت قلت مفيش حلايب وشلاتين، دلوقتي مفيش سينا وحماس، يلا داخله طالعه، والجهاديين اللي في سينا الارهابيين اللي من كل حته ومن تنظيم القاعده فجاه بيتفاوض معاهم، بيتفاوض مع قتاليين القتله اللي قتلوا 16 جندي، يعني انت بعت الدم بتاعنا واللي خطفوا جنودنا، قالوا بيتفاوض معاهم. عارفين ليه؟ اوعى حد يضحك عليكم ويخدعكم ويقول منكم دول تاني والتانيين دول سلفيين والتالتين دول معتدلين ودول مع دولة مدنية ودول اصلهم تكفير. لا، ده توزيع ادوار، ده انت متبقي على كل الميليشيات علشان تستخدمها عند اللزوم. يبقى اذا لو مسكنا كل بقى دول مع بعض، ده معناه انها مؤامرة كبيرة قوي. عارفين ليه؟ لو رجعنا ليهم وللأدبيات بتاعتهم لا دين ولا وطن لهم، مفيش حاجة اسمها وطن، مفيش حاجة اسمها دولة. ليه؟ في إطار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ممكن مصر تبقى ولاية أو عدة ولايات، وهنا ولاية وهنا ولاية، ونعمل سايكس بيكو الجديد باسم الدين الإسلامي ونعمل الخلافة الإسلامية. إذن الخلاصة، الخلاصة وأنا بقولها وبقولها لكل الناس ولكل السياسيين ولكل اللي بيقولوا عليهم نخب، هؤلاء لا إصلاح في عهدهم ولا حوار ولا تفاوض، نقطعهم لأنهم ما بيعملوش إلا لمصلحتهم فقط. حدش يقول لي هنصلح الدستور، دستورهم مش هتقدر تصلحه دلوقتي في وجودهم. هو يعمل، هو يحكم بأمر المرشد ولا يحكم لكل المصريين زي ما بيقولوا. يبقى الحل لا عدالة اجتماعية ولا عيش ولا حرية ولا كرامة، بلد بتتقسم، شعب بيتقسم، اشي مسلم واشي مسيحي، والنصارى والكفرة والعلمانيين والليبراليين، في ايه؟ امر مصر معاش ده، لا والمسلمين كمان، السنة والشيعة، خلاص هنقتتل كلنا بقى في قلب بعضينا ونتقسم ونعملها دويليات. أنت فقدت مشروعيتك حين نزل ميليشياتك وقتلوا ولادنا في الاتحادية. أنت فقدت مشروعيتك حين اعتديت على دولة القانون والقضاء من أجل الأخوانة. أيوة، أنت فقدت مشروعيتك لأن لا عدالة، أنت فقدت مشروعيتك لأنك حنست بيمين أمن وأمان المواطن، أنت فقدت مشروعيتك لأنك لا تعمل لكل المصريين، ولكن لازم تعلم أن الشعب اللي خرج، شعب مصر الجبار اللي خرج وضحى واتقتل 100 واحد و100 شهيد في عهدك غير 1000 شهيد قبل كده، هيستمر عشان القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، عشان حق الشهداء، عشان الكرامة، عشان مصر ما تتباعش، علشان نلاقي عدالة، علشان نعيش بشرفنا، لا نعيش بشرف لا نموت بشرف. نازلين ومكملين. هيقولولي طب وبعدين؟ احنا استفدنا من غلطتنا، قاعدين ومكملين لحد ما يرحل هذا النظام. طب وبعد كده هتعملوا ايه؟ هنعمل هيقف دستورك، هنرجع دستور 71، هنجيب مرحلة انتقالية فيها حكومة ائتلاف وطني، هنعمل مشروع جديد ودستور جديد وانتخابات رئاسية مبكرة. الناس بتقول لك هتقدروا؟ لا، ده الشعب اللي هيقدر وربنا معاه، لأن الحق معاه وربنا مع الحق. ثوار أحرار هنكمل المشوار. لا إخوان ولا مسلمين، قتلوا ولادنا باسم الدين، باعوا بلادنا باسم الدين. يا اخواني اتلم اتلم لاجل الكرسي تبيع الدم، تحيا مصر. يوم 30 نازلين ومكملين وربنا معانا والثورة مستمرة.